عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نحل امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الدقهلية إدارة أجه التعليمية لعام 2014-2015. دي شكل ورقة الامتحان، عبارة عن 4 أسئلة. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين قام الملك. 1. قام الملك نعمر ولا ابن نمحات الأول ولا منتوحتب الثاني ولا بسمتك بإعادة توحيد مصر وجعل عاصمتها طيبة. اللي جعل عاصمتها طيبة الملك ملئام، الملك منتوحتب الثاني هو اللي جعل عاصمة مصر طيبة. اللي جعل عاصمة مصر طيبة هو الملك منتوحتب الثاني. منتوحتب الثاني ظهر جيش مصر النظامي في عهد الدولة الحديثة. عهد الدولة الحديثة. 3. تعد أهم مراكز البحث العلمي مدينة أون ولا منف ولا طيبة ولا نخب. أون، مدينة أون تعد أهم مراكز البحث العلمي مدينة أون. اعتقد المصري القديم بأن المتوفي يقف أمام محكمة إلهية يرأسها الإله، نشوف الإله مين، الإله أوزوريس. الإله أوزوريس. ب. أثبت صحة العبارات الآتية: 1. لم يكن تحقيق العدالة الاجتماعية قائما على السلطة الحاكمة وحدها في مصر القديمة، نشوف الإثبات. مثلما حدث في عهد الملك بيب الثاني أول ثورة اجتماعية بسبب ضعف سلطته وزيادة نفوذ حكام الأقاليم والكهنة وكبار الموظفين وإهماله ثورات البلاد وثرواتها. دي الإثبات. عمل ملوك مصر القديمة على تشجيع التجارة وتوفير المناخ الملائم لنموها. عمل ملوك مصر القديمة على تشجيع التجارة وتوفير المناخ الملائم لنموها، حيث أقاموا الأسواق وعملوا القوانين للنهب والسرقة وحفروا الترع والقنوات مثل قناة سيزو ستريز الذي أقامها سنوسرت الثالث. 3. كان لفينيقيا فضل كبير على الثقافة العالمية. اخترع الفينيقيون أول أبجدية في العالم في القرن الـ14 قبل الميلاد بهدف إيجاد وسيلة سريعة لتسجيل ما يبيعونه في سجلاتهم. هناك عوامل ساعدت على تحقيق الوحدة التاريخية في مصر القديمة عام 3200 قبل الميلاد. ايه العوامل دي؟ نهر النيل الذي حقق التواصل بين الشمال والجنوب ووحدهم وحدث التضامن والتكافل والتأثر والتأثير. التأثير والتأثر. كده انتهينا من السؤال الأول. السؤال الثاني: ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية مع تصويب الخطأ إن وجد. امتدت حدود الإمبراطورية الآشورية إلى مصر. الإجابة صحيحة. تقوم فلسفة سقراط على إعمال العقل في كل شيء. نشوف الإجابة. الإجابة صحيحة. صح. رقم 2. رقم 3. بلغت العلاقات المصرية مع إفريقيا ذروتها في عهد الملكة كليوباترا السبعة. نشوف الإجابة دي. خطأ. بلغت في عهد الملكة حتشبسوت. عهد الملكة حتشبسوت. نشوف السؤال الرابع أو أربعة. عرفت آسينا بنظامها العسكري الصارم. نشوف الإجابة. خطأ. أما إيه التصحيح؟ سبارتا. يعني هنشيل آسينا ونحط سبارتا. أو ممكن تقول عرفت آسينا بنظامها الديمقراطي. بما تفسر: 1. تميزت مصر بمركز خاص عن بقية الولايات الرومانية لأن مصر هي مصدر الأغلال لروما، هي مصدر الأغلال اللي هو القمح يعني. 2. يعتبر عصر الملك حمورابي من أسهل العصور في تاريخ البلاد العراق.
بسبب قوانين التي أصدرها حمورابي العادلة، وتتكون من 282 قانون. ازدياد النشاط التجاري في العصر الإمبراطوري بروما. هيمنة ايه سبب ازدياد النشاط التجاري في الإمبراطورية الرومانية؟ هيمنة الإدارة المركزية في روما على الإمبراطورية من في الداخل والخارج، تأمين الملاحة البحرية وإعطاء الفرصة لقرطاجة لممارسة نشاطها التجاري من جديد. تقدمت السفن التجارية الرومانية بشكل كبير عن السفن اليونانية. تسمية الألعاب الأولمبية بهذا الاسم نسبة إلى مدينة أولمبيا أو جبل أولمبيك. كده انتهينا من السؤال الثاني. السؤال الثالث: ألف، قامت على أرض مصر الحبيبة منذ أقدم العصور حضارة زاهرة تناولت معظم شؤون الحياة. في ضوء هذه العبارة وضح: واحد، مفهوم الحضارة. مفهوم الحضارة: واحد، هي ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة لتحسين ظروف حياته على وجه الأرض ماديًا أو معنويًا لتعمير الكون الذي يعيش فيه. اتنين، دور المناخ في قيام الحضارة المصرية القديمة. جفاف المناخ حافظ على بقاء الحضارة المصرية القديمة حتى الآن. ثلاثة، أثر الدين في أخلاق المصري القديم. أثر الدين في أخلاق المصري القديم: كانت التعاليم الدينية بمثابة ضميرا للأمة، دستورا للعلاقات الإنسانية والاجتماعية، وكانت التعاليم الدينية تدعو إلى الفضيلة ونبذ الرذيلة والتحلي بالصفات الحميدة والأخلاق النبيلة. أربعة، أهمية النقود والمسكوكات في دراسة الحضارات القديمة. معرفة الحالة الاقتصادية والأحداث السياسية وصور الملوك والحكام. ب، لمن تنسب الأعمال الآتية: واحد، انتصر على أمراء آسيا في معركة مجدو. تحتمس الثالث. اتنين، أصدر مرسوم ميلان عام 313 ميلادية. قسطنطين صاحب قانون الطفو. صاحب قانون الطفو هو أرشميدس. السؤال جيم، اذكر مظهرا من مظاهر التواصل بين مصر وفينيقيا في المجال الاقتصادي. التجارة، المصدر هو التجارة، فقد تأثر سكان المدن الفينيقية بطبيعة موقعهم فأفادوا كثيرا في النقل التجاري بين الدول الكبرى القديمة مثل مصر وبلاد العراق. كده انتهينا من السؤال الثالث. ندخل على السؤال الرابع: ما النتائج المترتبة على معركة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد؟ ايه النتائج؟ واحد، انتصار اكتافيوس على اخيه انطونيوس وزوجته كليوباترا السبعة، وانتهاء دولة البطالمة بعد انتحار انطونيوس وزوجته كليوباترا السبعة. رقم اتنين، اهتمام المصر القديم بالحساب. قياس فيضان النيل وتقدير الضرائب والمعاملات التجارية وحساب مواسم الزراعة وتسجيل رواتب الموظفين والجنود. ثلاثة، الثورة الدينية لإخناتون. قيام كهنة الإله آمون بالثورة ضد إخناتون وقيام الشعب بالثورات على إخناتون بسبب اتخاذ أتباعه بسياسة العنف في نشر الدعوة.
السؤال ب: قارن بين مهام الوزير ومهام الفرعون في مصر القديمة. مهام الوزير: يرأس الإدارة المركزية ويساعد الفرعون في إدارة الدولة وتنظيم شؤونها، ويرأس المحكمة العليا، ويعد كبير القضاة، ويسن بعض القوانين بتفويض من الملك. ناخد بقى الملك: بينما الملك يدير السياسة الداخلية من تعيين الوزراء وكبار الموظفين، ويدير السياسة الخارجية من إعلان الحرب وقيادة الجيش، وهو صاحب الحق في إصدار المراسيم والقوانين. ندخل على السؤال جيم: اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. نوع من الأدب المصري القديم يتناول الموضوعات الخاصة بالمعبودات والبعث والخلود والحساب وأمور أخرى وأمور الآخرة. خصائص الحياة الدينية: دي الحياة الدينية أو الأدب الديني، هي الحياة الدينية. 2- عصور تاريخية من ملامحها سيطرة الجهل والتخلف في أوروبا. إيه العصور التاريخية دي؟ العصور الوسطى، نظام طبقة البطالمة على كل مجالات الاقتصاد في مصر. ايه النظام ده؟ كان نظام ايه؟ نظام الاحتكار. كده انتهينا من الامتحان، ومع نفهم نتعلم ببساطة. زورونا على موقع www.nafham.com.